قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكثرون، هل المراد به كقوله ولا يسرقون أم أنه بس مجرد يعني؟ المراد بقوله ولا يكتوون يعني لا يطلبون أحدا أن يكويهم، وكذلك لا يسرقون لا يطلبون أحدا أن يقيهم. وأما لو كواك إنسان بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء 70,000. نعم.